إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الآن مباشرة من قاعة الندوات. لقد قمنا بعرض تجريبي تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء رفقة مجموعة من الطلبة الأساتذة، مشكورين على هذا التطوع الجميل منهم، فنقدم شكرا خاصا للإدارة ولكل من ساهم في هذه الذكرى الجميلة للمسيرة الخضراء، وشكرا. الله معكم. وحي أنس طالب بالمدرسة العليا الأساسيدة السلكي الابتدائي بمكناس السداسي الخامس. جزيل الشكر للمدرسة العليا الأساسيدة، سحت لنا فرصة لكي نشارك في هذه الندوة التجريبية. أما عن المداخلة التي قدمتها حول موضوع المسيرة الخضراء فكانت عن الهوية المغربية ما قبل وبعد المسيرة الخضراء، وبالإضافة إلى ذلك ذكرت أيضا في هذه المداخلة حول الثقافة الدينية التي كانت في هذه المسيرة، حول مثلا أن المغرب الشعب المغربي كان حاملا للمصاحف والإعلام إلى غير ذلك. وأخيرا ذكرت أيضا التضامن الذي أزر بين الشعب المغربي في هذه المسيرة من الشمال إلى الجنوب تحت كلمة واحدة، الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الحسن أم حوت طالب بالمدرسة العليا للأساتذة التعليم الابتدائي. قمنا اليوم بتقديم عرض تجريبي حول المسيرة الخضراء، وكانت مداخلتي بعنوان التحديات السياسية والعسكرية التي واجهها المغرب أثناء المسيرة الخضراء أي سنة 1975. ذكرنا مجموعة من المحاور الجيدة التي كانت بمحاور الآثار والنتائج المسيرة الخضراء والتحديات الدولية. الاسم خليل طلب، طالب في الإجازة في التربية تخصص التعليم الابتدائي السداسي الخامس برحاب المدرسة العليا الأساسية بمكناس. قدمنا عرضا تجريبيا خاصا بالمسيرة الخضراء الذي ستكون له ندوة خاصة، وقد تطرقت مداخلتي إلى الحديث عن خلفية المسيرة الخضراء والعدد المشاركين فيها والهدف السياسي منها، فقد كانت مسيرة خالدة في تاريخ كل مغاربة. كانت الهدف منها هو تحرير الصحراء المغربية، وكان عدد المشاركين فيها 350 ألفا، وذلك لطرد العدو الإسباني من الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم طالب محفوظ السي طياب من السداسي الخامس تخصص التعليم الابتدائي في المدرسة العليا للأساتذة. كان لنا الشرف اليوم أن نقوم بعرض تجريبي قبل التظاهرة. جاء في مداخلتي طبعا أنني ذكرت مسألة المسيرة الخضراء وارتباطها بتعزيز مسألة الهوية الوطنية، حيث كان للمسيرة الخضراء طبعا ذلك الوقع الإيجابي علينا نحن كشباب، وعرفنا مسألة أو قيمة التضامن بين المواطنين في استرجاع أراضيهم آنذاك. هذا ما كان له الوقع الإيجابي علينا في وقتنا هذا من أجل التضامن في أي مجال طبعا أو تحت أي ضائقة كانت. مسألة أخرى هو مسألة دور الشباب في استمرار الدعوة ب مسألة المسيرة الخضراء فيما يخص إحياء طبعا هذا الحدث العريق الذي كان آنذاك، والحفاظ عليه وإيصال هذه الرسالة واستمرار إيصالها للأجيال الصاعدة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي طالب مهدي سهران من مسلك الإجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي شعبة اللغة العربية. نتواجد الآن برحاب المدرسة للأساتذة بالضبط في قاعة الندوات. شاهدنا وتتبعنا قبل القيام بالتظاهر الكبرى لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال عرضا تجريبيا قدمه مجموعة من الطلبة باختلاف المسالك والشعب في رحاب المدرسة العليا للأساتذة. هذه المداخلات تبهر الناظرة وتخطف الألباب في استعدادا للقيام بمشاركات في موضوع المناسبتين وهو المسيرة الخضراء وأيضا عيد الاستقلال، وذلك تجسيدا للروح الوطنية والانتماء والولاء إلى هذا الوطن في وحدة طلابية متماسكة. شكر الموصول إلى كل من ساهم من قريب وبعيد في إنجاح هذه التظاهرة، وكذلك الشكر الموصول إلى إدارة المؤسسة وإلى الطلبة وإلى الساهرين على إنجاح هذه التظاهرة، وشكرا. إذن الآن متواجدون في المدرسة العليا للأساتذة خصوصا في قاعة الندوات للتدريب على أنشودتين صوت الحسن ينادي وعيشي بلدي عيشي، استعدادا للحفلة المنظمة بمناسبة المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال يوم 20 نوفمبر.
وبهذه المناسبة نرحب بالجميع في دعوة عامة. مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله الله.